أهداف المهرجان أن نحن ما نبالغ بحجم المهرجان، ولكن بدينا بمستوى بسيط جدا، وهذه أهداف أن نركز على السينما المستقبل، نركز على الشباب، نركز على الجيل الجديد اللي بالفعل كان متعطش بعد غياب عدة مهرجانات، كان متعطش أنه يعرض أفلامه على منصة. وأيضا في أهداف ثانية لصناع السينما شباب في العالم العربي. نحن حابين نعرف صناع الأفلام الجدد أو صناع الأفلام الصاعدين من خلال تواجدهم في المهرجان واحتكاكهم بصناع الأفلام، كذلك طلعون على البنية التحتية السينمائية اللي متوفرة في مدينة العين وفي إمارة أبوظبي بشكل عام، من أجل أنهم يستطيعون أن ينتجون أفلامهم بمعايير عالية وبما يخدم قصصهم اللي لها طبيعة نوعا ما قريبة من الشرق الأوسط، أو خلينا نقول دولة الإمارات بشكل خاص. يعني أما